في ايه يا حسونة؟ يا بكار، موضوع كبير قوي قوي. بفكر يعني لو اني كنت شفاف، داني كنت حامل عمايل ما حصلتش. كنت هتعمل ايه يعني؟ كنت لما هلعب كورة ولا اجدع مدافع يقدر يوقفني، داني كنت هعدي من جواه زو زي الشبح. بس لما يجي دورك وتقف حارس مرمى مش هتقدر تصد ولا كورة، الكور هتعدي منك يا شبح. أنا ما بجيبش جون أصلا عشان أنا مهاجم مهاري. أمال إيه؟ داني حسونة. ما بلاش سيرة الأشباح دي يا بكر، أنت وحسونة، إحنا في النيل وممكن أشباح من اللي ساكنة فيه تطلع لنا. ما تقول لهم حاجة يا عم شلالي. أشباح إيه بس؟ أنا بقالي 60 سنة في المركب ده، رايح جاي في النيل، عمري ما طلعلي أشباح. ياه، 60 سنة يا عم شلالي؟ أيوة، من وين قدكوا كده؟ ما هي شغلانة المراكب دي، أنا ورثها أبا عن جد، كل عيلتنا ما تعرفش شغلانة تانية. يعني أنت عمرك يا عم شلالي ما فكرت تشتغل حاجة تانية؟ تبقى لعيب كورة مثلاً؟ طبعا كنت بحب العب كوره وانا صغير، لكن انا بحب شغلي اكتر. المركب دي عامله زي بيتي بالظبط. اكيد طبعا، علشان شغلانه المراكب دي بتجيب فلوس كتير. فلوس كتير منين؟ ده بياخد من الواحد مننا جنيه ونص بس. هي دي فلوس؟ الحمد لله، اللي يرزق به ربنا من حلال يكفي، بس مش هو ده السبب الوحيد، الناس دول هم السبب. المهم اخدم اهل البلد واساعدهم يوصلوا لبيوتهم واشغالهم. من غير المركب دي هيعدوا ازاي؟ صح، بس انا لو كنت شفاف كنت هعدي من غير مركب. ويبقى انت بقى اللي عدى البحر وما تبلش. يا سلام، الخفه دي كلها يا بطار. مع السلامة يا عم شلالي. مع السلامة يا أولاد، ربنا معاكم. عم شلالي، ممكن تساعدني؟ طبعا يا بنتي. هتاخد كم على الصناديق دي؟ ولا حاجة يا بنتي، أنا عارف إن دي حاجات بتبيعها في السوق ويدوبك بتكسبي فيها كم جنيه تصرفيهم على أولاد، حاجة اسمك فيهم يعني. ربنا يخليك يا عم شلالي. شلالي. أيوة يا حاج. أنا عايز أروح أزور بيت العيال، بس معيش اللي يكفي الأجرة رايح جاي. ينفع تاخد مني أجرة مشوار واحد وأبقى حسبك بعدين؟ لا طبعا، أنا حوصلك رايح جاي من غير فلوس. ربنا يطمنك على بنتك. ربنا يكرمك يا شلالي، أصيل طول عمرك.